مروان حوري، يا مساء الخير، اهلا وسهلا فيك على الموقع شارع الفن. اليوم كنت زي العسل تسلم. بسيرف دو بس، خبرنا اليوم مشاركتك مع نقول المشاركين بالبرنامج. انا بحب هالبرنامج، برنامج بيريح الناس بيبسطهم، وفي مشاركه من الكل لتقديم هيك الافضل، ولو مش بجديه يعني مش الكل هالقد نازلينها مشان يغنوا. وبعتقد نحن كفنانين كمان بنبسط بهيك اجواء تكون فيها تغيير شوي، وانا كثير انبسطت. قد ايه كفنان فيك تقيم المشتركين؟ هلا اذا بنحكي عن الصوت بصير غير موضوع، مثل ما انا وانا قلت جوا انه نحن بدنا نشجعهم لانه تنشجع البرنامج، هن عارفين انه جايين يعملوا جو، بس اذا بنحكي عن الصوت بصير في غير معيار. خبرنا جديدك على جانب برنامج تاني، حفلت راس السنه. راس السنه ان شاء الله تونس، يعني 90% حكون تونس، وابتديت بالالبوم جديد، وان شاء الله في تحضيرات كثير لالي ولغيري من الفنانين. كم اغنيه حتى مينيموم 10 اغاني تقريبا. والانتاج؟ انتاج لالي.